معانا السيدة أم محمد من بني سويف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ فضل ونعمة الحمد لله. كل عام وأنت بألف خير يا رب. وحضرتك بخير وبسلام وفضل ونعمة. ربنا يخليك يا فندم. أنا بعدين كان عندي كده سؤال وهقوله لك وهقول لك ده صح ولا غلط. اتفضلي. أنا دلوقتي معاشرتي ما بيني وبين جوزي غير ما فيش ما بيني وبينه معاشرة خالص غير إن كان فيه مصلحة أكل وشرب أو واحد مني حاجة. انما غير كده ما فيش ان هو مثلا يقعد معايا، ما فيش ان هو اتكلمتي معايا يقول ما فيش فيه انت مش ليك اكلك وشربك. وفي حاجه تانية اقرب ان انا ما اعرفش عنه حاجه. خليني اسالك، الحاله دي من اول الجواز يا فندم؟ انا كلمت حضرتك قبل كده وقلت لك ان من قريب من قيمه سنه ونص قلت لك مرات اخويا عليا، مرات اخويا انا. يعني هو كلم مرات اخوكي عليكي؟ اتجوزها عليا، خلاها خلصت من اخويا وخدها. يعني اللي كانت مرات اخوكي. يعني خلي هو فكر فيها، خلاها طلعت من اخويا وخدها، فرجعت تاني بعد ما طلعها رجعت له. بس من الفتره دي ما فيش ما بينه وما بينه غير ان هو ياكل ويشرب ومصلحته بس. طيب فين سؤال حضرتك يا استاذه محمد؟ يا فندم انا دلوقتي انا عرفت ان جوزي طالع العمره، بس مش منه هو، انا عرفت من الناس من بره ان طيب. جوزي طالع العمره وعرفت وكل حاجه ما اعرفهاش منه، كل ما اساله عرفت من بره يقول انت مالك، انت مش ليك انت اكلك وشربك. طب دلوقتي يا فندم اول حاجه عشت انا واولادي احنا قاعدين على بيت بالطوب الني البلوك والحاجات اللي هي الارياف دي. طيب ممكن دلوقتي ربنا اتفضلي قولي لي سؤال يا حاجه محمد. ربنا رزق يا فندم بفلوس من الشغل بتاعه، بدل ما يدي اولاده، معايا منه اربع اولاد، بدل ما يدي اولاده طلع عمره، هل ده حلال؟ ان هو يطلع عمره وبيته محتاج؟ هكلم حضرتك على طول دلوقتي يا ام محمد. بصوا يا جماعه، احنا لازم نعرف ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما حاطط لنا موازين عشان نحصل بيها سعاده الدارين، مش سعاده الدنيا بس، سعاده الدنيا والاخره. فلما يقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم أن خير دينار دينار أنفقته، خير درهم درهم أنفقته في أهلك، فده هو ده المعنى، إن ده الأقرب إلى الله. يعني لو أنا عندي فلوس وأجيب لأولادي حاجة توسع عليهم، سواء أشتري لهم بقى بيت أو إن أنا أغير لهم أحسن لهم البيت ده، أدهن لهم البيت اللي هو بقى شكله صعب أوي 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 ده، ولا أروح العمرة؟ لا، أدهن لهم البيت. ليه طيب كده؟ انتوا ليه ما تحلوش العباده في حياه الناس؟ الناس حاسين ان هم في ضنك، الناس حاسين عايزين يحسوا بان الحياه بتتقدم، عايزين ان هم يحسوا ان هم في سعه. لكن نفترض ان الاولاد قالوا لك لا يا سيدي روح انت اعمل العمره، لان انت لما ترجع لنا بالانوار البيت هيبقى اكتر بركه واكتر نور. بس هو فين الافضل؟ الافضل اللي انت هتنفقه على اولادك. يعني ايه اللي حاصل؟ ليه طيب؟ لأن العبادة دي عبادة متعدية. يعني أنت لما بتنفق على أولادك دي عبادة متعدية، لكن العبادة اللي أنت هتعملها أن أنت تروح العمرة دي عبادة لازمة. وعندنا المتعدي أفضل من اللازم. يعني إيه المتعدي؟ اللي بيروح خيره ليك ولغيرك ده أفضل من اللي خيره بيجي عليك أنت بس. بس هي المسألة إيه بقى؟ أن إحنا في بعض الأحيان بنتعامل مع العبادة، وده كلامي لحضرتك ويا ريت تسمعني بقلبك وأنت مقبل على ربك، لان بعض الاحيان احنا بنهرب من العباده من ان احنا نقف قصاد نفسنا. هو احنا لما اتجوزنا مره تانية وكسرنا خاطر حد، او احنا لما عملنا الكلام دوت واحنا عملنا اللي في هوانا، احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ نحط على ده شويه نور، ونحط على ده شويه مشروعيه، وان كنا احنا مش مستحملين. احنا عندي زوجه مكسوره الخاطر اهو ومتوجعه، كنت قبل ما اروح اتجوز اراضيها وطيب خاطرها، أطيب خاطرها بإن إحنا نقعد. يا سيدي قبل ما تتجوز تاني تعالى ندير المسألة دي، وتعالى نقعد مع بعض ونشوف إزاي هنوصل لأفضل حل بينكم عن طريق الخبراء. لكن ما تعملش كده. وبعدين أنت عارف إيه اللي بيحصل؟ في بعض الأحيان، أنا آسف إن أنا أقول ده، في بعض الأحيان بعض الأزواج بيفتنوا زوجاته. ليه؟ يروح يعمل عمرة والزوجة حاسة إن زوجها كاسب بخاطرها وبيهنا، فتقول هو ده دين ربنا. ولذلك انا بشكر حضرتك ان انت اتصلت بيا، عشان الاوقات دي اوقات خلط المعايير وخلط الاوراق. لا، انت الاولى
مش انك انت ما تقولهاش على العمره، الاولى ان فلوس العمره دي كانت فلوس تطيب خاطر، تطيب خاطر زوجتك وتوسع على اولادك، وده الاولى. نعم.